روح يلا كواعه ونام في حضن هانم. اه روح كواعه ونام في حضن هانم ونتكلم بعدين بعدين. يلا بينا يلا بينا. بينا. استنى. كده اتقفشنا معانا. اتقفشنا والله ليه يا رب. خدوا دولك معاكوا. والبسوهم عشان تدفوا صدركم بدل ما تستهوا. والله يا فرج. والله البنت دي لو كانت معانا ما كانتش عملت كده. سلام هو في كده؟ لا 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 يلا بينا. استنى كده يبقى اتقفشنا يا معلم خلاص. ما الحرامي بشيلته. خدوا دي كمان معاكوا يا صاح ملهاش لازمه بس عشان تبخطوا الشله كلها وترجعوها لي كلها. انتوا عارفين ان انا المسؤول. اه طبعا دي امانه. متشكرين قوي يا عتاب. يلا بينا. العفو يا استاذ ايمن. على ايه يعني ما تشكرنيش؟ لا شكر على واجب. اعتبروني ان انا اختكم الروحيه. هو انا ما عنديش قلب؟ لا ما عندكيش مخ. انت بتتفرجي على ايه يا اختي؟ ساعديهم وشيلي معاهم. ماشي يلا. واطلعي وصليهم لحد بره وافرشي معاهم الحاجات كمان. ماشي حاضر. يلا بينا يلا. لا انت تيجي معانا. والله يا ريت يا استاذ فرج ان انا اجي معاكم. بس المشكله ان انا لو طلعت بره واستهويت مين هيراعي الجماعه وياخد بالهم منهم؟ لازم تيجي معانا. دماغك يا فرج. الطيبه دي استحاله الزباينه. ما ينفعش يا فرج. يلا بينا. بقول لكم ايه؟ لما تطلعوا اسحبوا كده بالراحه وامشي على مهلكم عشان بس ما تزعجوش الناس وما حدش يحس بيكم. يا سلام. فوق ابوي. تيجي مكاني. مكاني. مش عايز اروح معاك. يلا فرج. شيل فرج. شيل شيل. يلا 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 بينا. ابو ادعوا لي والنبي ساحه النطر. يا فرج لازم تيجي معانا. يلا مش هينفع زمانه. انا ما اقطعش قلبي بقى. يلا بينا. ياه شيء جميل. شيء جميل اللي الواحد يسعد الناس قبل ما ينام. اظن بقى ده امن مكان ننفخ فيه الزودياك ومحدش يحس بينا. ده انا معرفش اجي تاني المكان ده. افرد معايا. حلو قوي. افرد معايا اهو. حلو قوي كده. معايا. حلو كده اهو. افرد معايا. ادي الزودياك جه وادي احنا واقفين. ماشي. هنعمل ايه بقى عشان ننفشه وننفخه كده وننطلق؟ والله حسب خبرتي يعني الزودياك ده فيه كبسوله لو شدتها يتنفخ طوال. لو ليه شدها على طول. انا معرفش الحقيقه هي فين. اختار واحده كده على ذوقك وان شاء الله تطلع هي. تك على الله. انا ما اعتقد دي. شد. ايه ده؟ امسك الكبسوله بقى وانفخ. لازم تنشف عليها وتشدها كده اديك بوظتها كده مش هيتنفخ. يا عم انت مهول الموضوع ليه كده يعني؟ خلاص ننفخه مانوال. يعني ايه مانوال؟ بنفسنا بقينا. لا يا معلم فرج انا بكتير انفخ في عين مطروفه، انفخ في قربه مقطوعه، لكن انفخ بخاخه زي دي منين؟ بعدين انت صدرك قد كده وشباب. بس انت خبره وتقدر تنفخه باقل مجهود. مش هنفخ يعني مش هنفخ. يا مستر فرج انا والله العظيم عمري ما نفخت بالونه في عيد ميلادي، هنفخ البتاعه دي كلها ازاي؟ اسمها حلوه. واسمع انت يا حلو، انتوا هتنفخوا معايا وتساعدوني، ماذا والا انفخكم انتوا الاثنين. انفخ يا اختي انفخي. بيقول لك هينفخنا. يلا يلا يعني. وبعدين هي 10 دقايق ربع ساعة، هننفخ الزودياك ونمشي في الفورتي فورتي في الظلام الدامس ومحدش هيحس بينا. أنا ينفع أبقى في الوضع السخيف اللي أنا فيه ده؟ انت بتنفخ ولا بتشفط يا عم انت؟ انفخ انفخ. اللي انا بنفخه انت بتشفطه. انا دخت من النفخ مش قادره. لا 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 خلاص ضهري بقى خلاص ضهري. لا 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 لا, لا. وايه اللي ضهرك ايه؟ انفخ ايمن بايه؟ يا عم انا نفخت لحد ما نفسي اتقطع. وانا برضه زي زيك نفخت لحد ما نفسي اتقطع. خلاص تعالى تنفخ الناحيه دي وانا انفخ الناحيه دي. ماشي. انا في عرضك يا معلم فرج. ماشي. اشفط. حاضر. اشفط ايه؟ انفخ يا معلم فرج انفخ ما تشفطش. حاضر. يا ابني حاسب دي. لا مؤاخذه لا مؤاخذه. يا ناس يا للجزيرة. ايه انا مصيبكم كحلي ولا ايه؟ فكرني اجيب لك طبلة عتاب او صوت عتاب وبلسم. ماشي. وتقريبا جايين على هنا. روح اشغلوهم قبل ما انفخ النفسين دول. يلا شد حيلك. يلا بينا. اروح معاه؟ ايوه يا بنتي نشغلهم اسهل من نفسك. خلاص بسرعة هنتكاشف. خلاص خلاص يا معلم فرج خلاص. ايه ده؟ صباح الخير. صباح الخير.
ايه ده؟ انت جاي منين يا استاذ ايمن؟ هيكون منين يعني؟ الجزيره كلها قد كده، يا من هنا يا من هنا. صباح الورد عليك. صباح الخير. نمت كويس امبارح؟ ها؟ هيكون في يعني طبعا نمنا تمام. ايوه. هو كان في حاجه ولا ايه؟ لا ده موضوع تافه كده هون، بس انا اتصرفت، ما تشغلش بالك انت. وبعدين ما تحشرش مراخينك في كل حاجه. ما احشرش ايه؟ مراخينك. ايه؟ مراخينك اللي بتشم بيها. اللي بشم بيها؟ مراخينك اللي بتشم بيها، انت صدقت؟ انت بتتكلمي هندي ولا اخترعت لغه جديده واحنا مش عارفين؟